لما بتسمع كلمة النادي الأهلي ده بيمثلك ايه؟ بتحس بايه؟ ايه شعورك؟ انا الصراحة اهلاوي، يعني ابا او والدي برضه اهلاوي، اخواتي والبيت كلهم اهلي، طبعا فخر بفتخر ان انا اهلاوي يعني الصراحة. مستوى النادي الاهلي مع المدرب الجديد فايلر لا اختلف، حاجة جديدة وفكر جديد وبيفكرنا بايام مانويل جوزيف ان شاء الله. هو مستوى جيد ومدير فني كويس وان شاء الله تقدم وزيادة وكده ازدهار. 12 ماتش ب 12 فوز على التوالي، يعني ان شاء الله ربنا يكرمه كده، وبتاعت افريقيا كده وياخدها ان شاء الله، والدوري كده فايلر مع الموسم ده هياخد الدوري وان شاء الله وافريقيا كمان. مستوى النادي الاهلي في تحسن، وهو اساسا يعني رقم واحد في الرياضه في مصر، واتمنى بس ان يعني يتحسن مستوى اعلى واعلى ويكسبوا يعني، ويبقوا على طول بيكسبوا على طول بامر الله يعني. انا لو انا قاعد على الكرسي وهقول وهقول للاهلي اقف من على الكرسي، انا بقول للاهلي لو انا قاعد على الكرسي اقف، انا بقول للاهلي ده للاهلي ليه احترامه الاهلي بس. يا سلام، حاجه حلوه قوي والله العظيم. يا كهربا كهربا، واو واو واو، يا اهلا وسهلا بيكم، نورتونا وشرفت. هنا نسبه كبيره هنا في السوق، اسكيز مي اهو اهو كمان اهلاوي. السلام عليكم، اهلاوي والله. قول لي رايك في مستوى الاهلي السنه دي مع فايلر، ورساله توجهها للعيبه. وندرفول وندرفول جود والله العظيم، وندرفول فيري جود والله العظيم، فيري فيري جود والله. الله حاج اهلي 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 وبس، اهلي وبس، اهلي اهلي.